قبل ما اوصل لمباراه الترجي في الفتره دي في الفتره دي وانت كنت واحد من افضل المهاجمين العرب، هل النادي الاهلي فوضك للانضمام للفريق؟ والله الحقيقة يعني كانت في عديد العروض، لكن تعرف احنا اللاعب خاصة احنا في تونس كان دائما حلمنا هو انه يروح لأوروبا عشان تجربة أوروبية، لكن هذا ما يعنيش انه اي لاعب عربي يتمنى انه يتقمص زي نادي الاهلي، خاصة النادي الاهلي، خاصة انه احنا نعرف يعني كلاعبين ممكن عندنا علاقة بال ولا قريبين ونعرف الاجواء الداخلية للاندية، يعتبر هو النادي الاهلي يعني نادي أوروبي موجود في إفريقيا، خاصة أنه عنده إدارة، مجلس إدارة كبير، مجلس إدارة محترم، ناس محترفة بأتم معنى الكلمة، نادي اللي تاريخه يحكي عليه، مش أمين شلميتي باش اليوم يقلل في اسم النادي الأهلي ولا بالعكس.